تجمع في بلدان أوروبية على أنها مساعدات تصدر للدول الفقيرة، تستورد من قبل تجار عراقيين على أنها ألبسة أوروبية بماركات عالمية. تعرض هذه الألبسة المستخدمة في سوق يقال عنه البالة في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد. ناس من قبل تجي هنا سوق البالة باب شرج الطيران، هاي البالات نجيبها من الخارج، نستوقها من الخارج، فالناس تجي ناس الفقرة، فغير يجي يسوق من عندنا منها، مو مثل بقية المولات المحلات التجارية، عرفت شلون؟ فهذا يجي هنا بس الفقير، وأكثرية العالم تجي على الماركات. البالة تعتمد عليه بالدرجة الأولى الطبقة الفقيرة، وكو طبقة فوق الفقيرة مثل ما تقول تعتمد على الماركات، تجي بالبالة ماركات ما مطروقة بالجديد، ما موجودة، يعني تجي قطعة بالبالة قطعتين، فهذا أكو تجار من يمنا يأخذون قطعة تطلع عندنا يستوردون من يمنا. يقصده البغداديون الذين يحددون بقوت يومي، أي أن دخلهم زهيد لما في هذا السوق من ألبسة رخيصة الثمن، فبنطال لا يتجاوز سعره 1000 دينار لأنه مستخدم، أو قميص سعره 3000 دينار دون الاكتراث لمصدر هذه الألبسة. ماركة زينة وأسعار رخيصة زينة، تروح المولات أسعار قابة، أي وماركة تعبانة راقضة وأسعارها كلها قابة، ما نقدر نشتري، شو نسوي؟ نجي هنا باب الشرج نشتري هاي أم الألف أم الألفين، هاي نمشي روحنا بها أسبوعين ثلاثة بدلها نجمل، شو نسوي؟ في بلد غني مثل العراق لا يعقل أن تتشكل أسواق كبيرة للألبسة المستخدمة والمستهلكة، لكن الواقع يفرض انتشار هكذا مراكز تجارية تتوافق والمستوى الاقتصادي لأغلب الشباب. ألبسة مستخدمة مستوردة بأسعار زهيدة تعرض في سوق البالة هنا في ساحة الطيران، يقتنيها أصحاب الدخل المحدود والقوت اليومي لرخص ثمنها وندرة وجودها في المراكز التجارية. من سوق البالة في بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.